مبدئيا كده ده ملخص فيلم ذا ميج الجزء الاول والجزء الثاني مع بعض، وده علشان ما تتعبش نفسك وتقعد تدور. فلو انت شفت الجزء الاول فتقدر تقدم الفيديو للجزء الثاني على طول، ولو ما شفتوش او شفته بس عايز تشوفه تاني عشان تفتكر الاحداث فيلا بينا نبدا. Oh my God. بيبدأ الفيلم في أعماق المحيط وبيكون في غواصة نووية غرقانة، فبتيجي غواصة إنقاذ بقيادة واحد اسمه جون علشان ينقذوا الناس اللي في الغواصة النووية، وبيحاول جون وفريقه ينقذوا كل الموجودين وينقلوهم على غواصة الإنقاذ، وفجأة بيهجم عليهم كائن ضخم وبيبدأ يدمر في الغواصة، وبيكون جون مستغرب إن في كائن عايش في العمق ده لأن الضغط بيبقى عالي جدا، ولما بيرجع لغواصة الإنقاذ بشخص مصاب بيسمع صوت زمايله على اللاسلكي، وبيقول إنهم محبوسين جوه غرفة والباب بتاعها اتعطل بسبب اصطدام الكائن بالغواصة، ولكن فجأة جون بيشوف اشارة على الرادار للكائن العملاق جاي بسرعة كبيرة ناحيتهم، وبيستنتج انه لو اصطدم بهم على السرعة دي هيدمر الغواصتين، وبيقرر جون انه يفصل الغواصتين عن بعض ويضحي بزمايله علشان يقدر ينقذ باقي الناس، وبمجرد ما بينفصلوا عن بعض الغواصة النووية بتنفجر بسبب هجوم الكائن الضخم، وبعد مرور 5 سنين بتنتقل الاحداث لمحطة ابحاث علمية عن الكائنات البحرية، بتكون موجودة في المحيط الهادي على بعد 200 ميل من الصين، والهدف من المحطة دي هو اكتشاف أعماق المحيط. وبعد كده بيوصل موريس صاحب المحطة وبيستقبله دكتور زهانج المسؤول عن فريق البحث، وبيعرفه على بنته سوين عالمة البحار وبنتها مينج، وبعدها بيوريله المنشأة البحرية اللي تحت المحطة، وبيتفاجئ موريس إن المحطة بتاعته اتطورت بشكل كبير، وبينبهر أول ما بيشوف الحيتان، وبتقول له سوين إنها قدرت تجذب الحيتان ناحية المحطة من خلال ترددات صوت أنثى الحوت، وطبعا ده لأنها عالمة بحار وتعرف كل حاجة عن الكائنات البحرية. وبيعرفوا دكتور زهانج إن هو بعت فرقة استكشافية بقيادة واحدة اسمها لوري علشان يوصلوا لأعمق مكان في المحيط، وده لأنهم اكتشفوا حاجة مهمة جدا، وإنهم استنتجوا من الأبحاث إن أعمق حتة في المحيط ممكن تكون مجرد سحابة متكونة من غاز الهيدروجين، وفي احتمال إن يكون في عالم تاني تحت السحابة دي، وبيكون كل الموجودين في المحطة شايفين تحركات الغواصة بتاعت لوري، وبمجرد ما الغواصة بتمر من السحابة وبيطلع استنتاجهم صح كلهم بيكونوا مبسوطين وبيحتفلوا لانهم دخلوا التاريخ من اوسع ابوابه. ولما بتوصل لوري للعمق بتبدأ ترمي وحدات ضوئية علشان تشوف الاعماق، وبتلاحظ كائنات بحرية كتيرة جدا، والمفروض ان الكائنات دي انقرضت من الاف السنين، فبتكلم واحد من المحطة وبتطلب منه ينزل الروبوت علشان يستكشفوا المكان اكتر، ولكن فجأة بتتقطع الاشارة بتاعت الروبوت، وبيشتغل جهاز انذار في المحطة وبيلاقوا ان في كائن بحري ضخم بيقرب من غواصة لوري، وبالفعل بيهجم الكائن ده على الغواصة، وبتتكلم على جون اللي جه في اول الفيلم كان بينقذ الناس، انه كان عنده حق لما قال ان في كائن عملاق عايش في اعماق المحيط. وقبل ما تكمل كلامها بيتقطع الاتصال ومحدش في المحطة عارف ايه اللي بيحصل، ولكن لحسن الحظ بيكتشفوا ان لوري وفريقها لسه عايشين من خلال اشارتهم الحيوية الموجودة على الاجهزة. فبعدها بيجتمع كل اللي في المحطة وبيعرفوا ان فريق لوري قدامهم 18 ساعة والاكسجين اللي في الغواصة بتاعتهم هيخلص، وبالتالي هيحتاجوا حد ينزل للاعماق دي علشان ينقذهم. وهنا واحد من المسؤولين في المحطة بيقول ان مفيش حد هيقدر ينزل العمق ده غير شخص واحد، وهو جون اللي قدر ينقذ طاقم الغواصة من 5 سنين، ولكن بيعترض دكتور هيلر وبيقول له ان جون شخص مجنون وكمان مستهتر لانه ساب زمايله يموتوا في الغواصة، وبسبب ده اترفد من شغله. وبنعرف ان هيلر كان واحد من طاقم الغواصة اللي انقذهم جون من 5 سنين. وهنا بيتدخل دكتور زهانج وبيقول ان جون هو الامل الوحيد لانقاذ لوري والفريق بتاعها، وبعدها بيروحوا علشان يقابلوا جون وبيطلبوا منه ان هو ينفذ المهمة دي، ولكن جون بيرفض وبيقول لهم انه مستحيل انه يغطس تاني، وده لانه لما انقذ طاقم الغواصة من 5 سنين اتهموه بالتقصير لانه ما قدرش ينقذ كل زمايله، فبيسمعوا التسجيل الاخير للوري لما كانت في الغواصة وبتستنجد بيهم علشان يساعدوها. وهنا بنعرف ان لوري تبقى طليقة جون وكانوا شغالين
شغالين مع بعض في فريق واحد، وبيسمع جون انها بتقول ان في كائن عملاق بيهاجمهم، وكمان بيسمعها بتقول ان جون كان على حق وانه مش مجنون. وهنا جون بيغير رايه وبيوافق انه ينفذ عمليه الانقاذ. في الوقت ده لوري والفريق بتاعها بيحاولوا انهم يصلحوا الغواصه، ولما بيرجعوا الطاقه للغواصه تاني الاضواء بتشتغل. بمجرد ما بيطلع نور من الغواصه بيرجع الكائن العملاق يهاجمهم تاني، وهنا بتتصاب لوري وبيدخل مفك في بطنها. وفي المحطه بيشوفوا على الاجهزه ان الغواصه بتاعت لوري بتتعرض للهجوم مره تانيه، وده ادى ان حصل ضرر في خزانات الاكسجين، وبكده الاكسجين اللي معاهم مش هيكمل لحد ما جون يوصل للمكان. فبتقرر سوين انها تاخد غواصه وتنزل لهم بسرعه علشان تلحقهم قبل ما الاكسجين يخلص. ولما بيرجع دكتور زهانج ومعاه جون للمحطه بيعرفوا اللي حصل وان سوين خدت غواصه ونزلت لهم. وبسرعه جون بيقرر ان هو مش هيضيع وقت وهينزل وراها بسرعه لانها مش محترفه في عمليات الانقاذ. ولما بينزل الغواصه بيلاقي مينج موجوده فيها وخايفه على امها، ولكنه بيوعدها انه هيرجع امها سليمه. وبعدها بيعمل تعديلات على الغواصه علشان خطر تنطلق باقصى سرعه ليها. ولما بينطلق بالغواصه بيلاقوا على الاجهزه انه بيغوص بسرعه كبيره جدا، وده هيؤدي ان التغيير السريع في الضغط هيسبب له نزيف. ولما بيطلبوا منه انه يبطئ سرعته بيقطع الاتصال معاهم علشان يعرف يركز. في الوقت ده بتكون سوين وصلت لقاع المحيط وبتكون مشغله كل انوار الغواصه، واخيرا بتلاقي غواصه لوري وبتحط خطه علشان تسحبهم وتطلع بيهم للسطح. ولكنها بتلاقي كائن عملاق بيقرب من الغواصه بتاعتها، وبتكتشف انه اخطبوط عملاق جدا وبيبدا يسحق الغواصه بتاعتها لدرجه انها بتبقى على وشك الانفجار. وفجاه الاخطبوط بيفرز الماده اللي بيطلعها لما بيكون خايف او بيتعرض للهجوم. وبتشوف سوين ان في قرش طوله اكتر من 25 متر بيهجم على الاخطبوط وبياكله. وفورا سوين بتبلغ المحطه باللي هي شافته، وبيسمعها جون في الغواصه بتاعته وبيكون لسه في الطريق ليها، وبيقول لها ان القرش ده اسمه ميجلادون وده اكبر كائن بحري في التاريخ. وبيقول لها انها لازم تطفي الاضواء بسرعه لانه بينجذب للاضواء. ولكنها لما بتحاول تطفي الاضواء بتكون الغواصه بتاعتها تضررت من هجوم الاخطبوط عليها، وبيكون في الوقت ده القرش بيتحرك ناحيتها علشان يهجم عليها. وبسرعه بيتدخل جون وبيطلق اشارات ضوئيه علشان يلفت انتباه القرش ويبعد عنها. وبيطلب جون من سوين انها تفرغ خزانات الهواء بتاعتها علشان تطلع لسطح البحر، وده لان الغواصه بتاعتها متضرره وانها مش هتقدر تساعده. وبتقتنع سوين بكلامه وفعلا بتعمل كده. بعدها بيروح جون عند غواصه لوري. بمجرد ما بيوصل الغواصتين ببعض وبيفتح الباب اللي بينهم بيبدا ينقذ الفريق، ولكنهم بيشوفوا القرش بيتجه ناحيتهم علشان يهاجمهم. واحد من فريق لوري لما بيلاقي ان الوقت مش في صالحهم بيضحي بنفسه علشان ينقذ زمايله. بمجرد ما زمايله بيطلعوا بيقفل الباب على نفسه وبيفصل الغواصتين عن بعض، وبيبدا يشغل الاضواء علشان يلفت انتباه القرش ليه. وفعلا القرش بيسيب الغواصه بتاعه جون وبيروح في اتجاه الضوء. بمجرد ما بيهجم على الغواصه بتنفجر والشخص اللي فيها بيموت. ولما بيطلع جون للمحطه بتقول سوين ان في شخص مش موجود، ولما بتعرف انه مات بتتهم جون ان هو اللي سابه يموت، وان هو سابه لوحده في الغواصه زي ما عمل مع زمايله من 5 سنين. والكلام بيجرح جون وبيقول لها ان هو اللي قرر يضحي بنفسه علشان ينقذهم، وبيقول لها ان لو في حد مسؤول عن موته فهو الشخص اللي كلفه بالمهمه. وبعدها بتحس سوين بالذنب وبتعتقد انها كانت قاسيه عليه، وبتروح علشان تعتذر له. وتاني يوم بيجتمع كل المسؤولين في المحطه وبتقول لهم ان قرش ميجلادون كان موجود على الارض من 2 مليون سنه، والمفروض ان هو انقرض من فتره عصور ما قبل التاريخ مع الديناصورات. في الوقت ده بتكون مينج بتلعب باللعبه بتاعتها في الممر اللي تحت الميه، وفجاه بتشوف قرش ميجلادون وراها وبيحاول يكسر الازاز علشان ياكلها. وطبعا هجوم القرش على المحطه بيؤدي لاهتزاز، وهنا سوين بتقلق على بنتها وبتجري علشان تدور عليها. ولحسن الحظ بيكون جون موجود في نفس الطابق اللي البنت فيه. ولما بيوصلوا عندها بتقول مينج لوالدتها انها شافت قرش ضخم كان عاوز يخترق الازاز علشان ياكلها. واول ما بيشوفوا اثار اسنان القرش على الازاز بيفهموا ان ده الميجلادون، وبيشوفوا حوت من الحيتان اللي كانوا بيعملوا عليها الابحاث بيسبح قدامهم، وفجاه بيهجم عليه الميجلادون وبياكله. وبسرعه بيرجعوا لغرفه الاجتماع وبيعرفوهم باللي هم شافوه تحت، وبيكونوا كل الموجودين مستغربين ازاي القرش قدر يخترق السحابه اللي بتعزل العالمين عن بعض وقدر يوصل لسطح البحر. ولما بيشوفوا ازاي قدر يخترق السحابه بيلاقوا ان الغواصه بتاعه جون لما خرجت من العمق اللي تحت عملت فتحه في السحابه، ومن هنا القرش قدر يعدي للسطح. وبعد شويه وقت الفتحه دي اتقفلت تاني، وبالتالي القرش ده لو فضل موجود على السطح هيكون مصدر تهديد للسفن البحريه والكائنات التانيه. وقبل ما يخلصوا كلامهم بيجي لهم رساله استغاثه من اكتر من سفينه، فبياخدوا مركب وبيتحركوا ناحيتهم. ولما بيوصلوا بيلاقوا اكتر من سفينه متدمره تماما، وبيعرفوا ان قرش الميجلادون هو اللي عمل كده. وهنا بيقرروا انهم لازم يتخلصوا
يخلصوا من القرش ده ويقتلوه قبل ما الدمار يزيد اكتر من كده. وهنا جون بياخد باله ان القرش لسه موجود في المكان، فبيقترح دكتور زهانج انهم لو استخدموا القفص المخصص لاسماك القرش والبندقيه اللي بتضرب الاسهم وحطوا في السهم ماده سامه هيقدروا يقتلوه بسهوله. وهنا بيقول واحد ان علشان يقدروا يجهزوا القفص بتاع اسماك القرش محتاجين مش اقل من نص ساعه، وبكده هيكون القرش ساب المكان وهيلاقوه تاني بصعوبه. فبيقول موريس انهم ممكن يحطوا عليه جهاز تعقب علشان يقدروا يحددوا مكانه تاني بسهوله، ولكن المشكله علشان يقدروا يحطوا عليه جهاز التعقب لازم يقربوا منه، والمشكله انها بتتصرف بعدائيه تجاه اي قارب بدليل القوارب اللي دمرتها، وبالتالي لازم واحد ينزل يسبح في الميه لحد ما يقرب منها ويحط جهاز التعقب عليها، وبالتالي مفيش حد غير جون هو اللي يقدر ينفذ المهمه دي. ولما بينزل جون الميه بيقرب من القرش بكل هدوء وبيحط جهاز التتبع عليه، ولما بييجوا يسحبوا جون بيعمل صوت وده بيلفت انتباه القرش، فبيسحبوه باقصى سرعه وبيخلوا المركب يتحرك علشان يزيد من سرعه سحب جون وبيلحقوه قبل ما القرش ياكله. وبعد شويه بيجهزوا القفص المخصص لاسماك القرش، وبتستعد سوين علشان تنزل القفص وتحقن القرش بالماده السامه، فبيطلب منها جون ان هو ينزل مكانها وينفذ المهمه، وبيكون واضح ان هو معجب بيها وخايف عليها، ولكن بترفض سوين وبتقول له ان محدش هيقدر ينفذ المهمه دي غيرها، وده لان هي الوحيده اللي دارسه تشريح وعارفه المكان المناسب اللي هتحقن فيه القرش بالماده السامه. وبعدها بتدخل القفص وبتنزل البحر وبيرموا جنبها سمك ميت علشان يستدرجوا المجلدون ناحيتها، وبالفعل بيقرب منها وبتقدر تحقنه بالسم، ولكن قبل ما ياثر عليه مفعول السم بيحاول يبلع القفص بتاعها. ولما بتستغيث سوين وبتعرفهم ان القفص هيتبلع بالكامل بيجري جون بسرعه وبيلبس لبس الغطس وبينزل في الميه، وبيستخدم الحبل اللي مربوط به القفص علشان يوصل بسرعه عند سوين، ولان القرش بيهجم بشراسه على القفص ده بيشد الحبل وبيدمر الرافعه اللي على المركب اللي ماسكه الحبل، وسوين بتقع والقناع بتاعها بيتكسر وبيسرب الاكسجين، ولما بيخلص الاكسجين منها بتفقد وعيها. وبيكون جون وصل عند القفص وبيحاول يفتحه، وبيزداد الوضع سوء لما الرافعه بتقع في الميه وكده هتسحب القفص لتحت يعني هتغرقهم معاها، ولكن جون بيقدر في اخر لحظه انه يطلع سوين من القفص وبيطلع بيها. والناس اللي على المركب لما بيلاحظوا ان القرش بيقرب منهم بيعملوا له فخ علشان يشلوا حركته، وفعلا بيقع في الفخ وبيكون متجه ناحيه جون وسوين علشان ياكلهم. وقبل ما يقرب منهم الحبل اللي مربوط في المركب بيوقفه، ومفيش ثواني ومفعول الماده السامه بيشتغل والقرش بيموت. ولما بيطلع جون ومعاه سوين على المركب بيبداوا يفوقوها، وبمجرد ما بتفوق بتشكر جون، وبيكونوا عاملين لها مفاجاه، ولما بتطلع تشوفها بتلاقيهم طلعوا القرش من الميه ومعلقينه. واثناء ما هم مبسوطين وبيحتفلوا بالانجاز اللي عملوه بيطلع قرش وبياكل الشخص اللي كان في الميه، وبيهجم على القرش اللي متعلق وبياكله، وبيكون اكبر واضخم منه بكتير، وكمان بيدمر المركب. ودكتور زهانج بيكون وقع في الميه وبيقع عليه واحد من اللانشات الصغيره اللي بتبقى في المركب، وده بيخليه يفقد الوعي، ولكن جون بيلحقه وبيخرج به من الميه، وبيكونوا كلهم خرجوا من الميه الا اتنين، والقرش بيهجم عليهم وبياكل واحد منهم. في الوقت ده بيكون واحد راح يجيب لانش من اللانشات اللي وقعت من المركب وبيركبوها وبيسيبوا المكان، ولكن بيتفاجئوا ان المجلدون ماشي وراهم، فبيتصل موريس على المساعد بتاعه وبيطلب منه انه يبعت له قوات تهاجم القرش علشان يعرفوا يهربوا. وبالفعل بتوصل الطياره وبيكون في شخص مسلح بيضرب القرش بجهاز تتبع وبعدها بيضرب عليه نار، وفي طريقهم للمحطه دكتور زهانج بيموت، وسوين بتعيط من حزنها على ابوها. ولما بيرجعوا للمحطه بيحاول جون يهديها، وبعدها بيجمع موريس كل الموجودين في المحطه وبيقول لهم ان هو اتصل بحكومه الصين وبلغهم بكل حاجه عن المجلدون، وعلشان كده مضطرين يقفلوا المحطه مؤقتا لحد ما الحكومه تقتله، وبيقول ان الحكومه الصينيه هتبعت غواصتين يقتلوا القرش في خلال 24 ساعه. وبالليل بتوصل الطياره الخاصه بتاعت موريس وبيمشي من المحطه، فبيتكلم مع المساعد بتاعه وبيقول ان هو اللي هيقتل القرش بنفسه، وده علشان يعوض الفلوس اللي خسرها، وبنكتشف ان موريس ما بلغش الحكومه الصينيه عن المجلدون ولا حاجه. وبعد شويه بيعرف مكان القرش من خلال جهاز التتبع اللي عليه، وبيأمر رجالته انهم يحدفوا عليه متفجرات علشان يموتوه، ولما بيأكدوا له انهم قتلوا القرش بيروح بالمركب للمكان علشان يتأكد بنفسه. وموريس بيقول لواحد من رجالته ينزل يجيب له سنه من اسنان القرش كتذكار، وبعد ما بيروح الراجل اللي بعته وبيرجع تاني بيقول للموريس ان القرش ده ملوش اسنان. واحد منهم بيقول ان ده مش قرش، ده مجرد حوت، وبما ان اشاره جهاز التتبع جايه من المكان ده يبقى كلها لحظات والقرش هيهجم عليهم. فبيقول موريس لرجالته انهم يتحركوا من المكان بسرعه، ولان اللانش بينطلق بسرعه بيفقد موريس توازنه وبيقع في الميه، وبيصرخ باعلى صوت يمكن حد يسمعه، لكن بسبب صوت المحرك محدش بيسمعه، وما بيلاقيش موريس ملجا غير انه يطلع على الحوت علشان يحمي نفسه من القرش، ولكن ما يعرفش ان الحوت هو واد
رتبة القرش المفضلة ومش بيلحق يطلع عليه والقرش بيهجم وبياكله. وتاني يوم في المحطة بيكتشفوا ان موريس ضحك عليهم وما بلغش السلطات الصينية ولا حاجة، وبيقرروا انهم يخترقوا القمر الصناعي بتاع موريس علشان يقدروا يحددوا مكان القرش ويقتلوه بنفسهم. ولما بيحددوا مكان القرش بيلاقوه رايح لشاطئ مدينة صينية، والشاطئ ده يعتبر اكتر شاطئ مزدحم في العالم، فبيفكروا في طريقة ينقذوا بها السياح قبل ما القرش يهجم عليهم. وبعد تفكير بتقول سوين انها ممكن تستدرج القرش بعيد عن الشاطئ، وده عن طريق استخدام تسجيل صوتي للحيتان، وده طبعا زي ما قلنا قبل كده ان الحيتان هي الوجبة المفضلة للقرش. وفعلا بيبدأوا يجهزوا المركب والغواصات علشان ينفذوا الخطة دي، ولكن للأسف بيكون المجلدون وصل للشاطئ وبيبدأ الهجوم على السياح وبيأكل اي حد في طريقه. واول ما بيسمع صوت الحوت بيتحرك وبيروح لمصدر الصوت، وهنا بيكون جون وسوين مستنيين بالغواصات. واول ما بيوصل بيروح ناحية المركب، وجون مش بيرضى يضرب عليه لانه ممكن يصيب المركب بالغلط، ولكن القرش بياخد باله من جون وبيطرده. وجون بيحاول يهرب ولكن الغواصة بتاعته بتتضرر، فبيخلي سوين تنتظره في مكانها وهو هيستدرج القرش ناحيتها علشان تقدر تصوب عليه وتضربه. وفعلا بتضربه والصاروخ بيجرحه لكن مش بيموته، ولان الانفجار كان كبير بيبان من فوق المية، وبالصدفة كان موجود في المكان طيارات تبع قنوات فضائية، ولما بيشوفوا الانفجار بيتوجهوا لهناك. وفي الوقت ده سوين بتعمل اشارات بالنور للقرش علشان ينجذب ناحيتها ويطاردها، وفعلا بتقدر تستدرجه لاتجاه جون. وبيجي جون يضرب عليه بيلاقي نظام الصواريخ بتاعه متعطل، والقرش بيهجم عليه وبيقدر ينجو منه بأعجوبة. في الوقت ده بتكون الطيارات اللي اتجمعت تبع وسائل الإعلام بتصور المكان، وطيارة منهم السواق بتاعها بيكون مش منتبه وبيخبط في طيارة تانية، وطيارة منهم بتقع على السفينة بتاعة الفريق. ولما سوين بتسمع باللي حصل بتستأذن من جون إنها هتسيبه وتطلع علشان تنقذهم قبل ما القرش يعرف مكانهم، وجون بيحاول يشد انتباه القرش علشان ما يروحش وراها. ولما بتوصل لمكانهم وأفراد الفريق بيطلعوا على الغواصة بتاعتها، بتكتشف إن القرش عارف مكانهم ومتجه ناحيتهم، وبيلاقي جون إن الحل الوحيد علشان يبعد القرش عنهم إنه يضحي بنفسه ويشتبك معاه. وبيعمل جون مراوغة وبيخدع القرش وبيقدر إنه يجرحه جرح كبير وبيخليه ينزف دم بكميات كبيرة، ولكن للأسف بعد المراوغة دي بيلاقي أنظمة كتير اتعطلت في الغواصة، وفجأة بيلاقي المجلدون هجم عليه، لكن المرة دي بيتمكن من غواصة جون وبيحاول يكسرها بأسنانه. وفعلا الغواصة ما بتستحملش والكابينة بتاعتها بتتحطم والمية بتدخل جواها، وجون بيقرر انه يطلع من الغواصة ويواجه المجلدون، وبيستغل ان المجلدون مشغول بالغواصة وبياخد رمح وبيضربه في عينه، وبيقدر اخيرا انه يقتله. ولان المجلدون نزف كميات كبيرة من الدم، بقية القروش الصغيرة بتيجي على ريحة الدم وبيهجموا عليه علشان ياكلوه. وبينما جون موجود في وسط الكمية الكبيرة دي من اسماك القرش، سمكة قرش بتاخد بالها منه وبتيجي تهجم عليه، ولكن سوين بتظهر في الوقت المناسب وبتضربها. وبعد كده جون بيمسك في الغواصة بتاعتها وبتسحبه لحد ما بتطلع بيه على سطح المية، وبتكون اسماك القرش خلصت على المجلدون بالكامل وامره انتهى. وبعدها بيحتفل الفريق بانهم خلصوا من المعاناة اللي كانوا فيها. وبالنسبة للجزء التاني فبيبدأ الفيلم في عصر الديناصورات، وبيكون فيه مجموعة من الديناصورات الصغيرة البرمائية بيتخانقوا على الصيد، لحد ما بيسمعوا صوت جاي من عند الاشجار وبيلاقوا ديناصور عملاق جاي وبيهجم عليهم، فبيخافوا منه وبينزلوا المية، ولكن ما بيلحقوش يروحوا لبعيد وبيشوفوا حاجة تانية بيخافوا منها وبيرجعوا تاني للشط. وبيستغل الديناصور العملاق ده وبيبدأ يصطاد فيهم، ومع ذلك بيكملوا في الهروب، وبيكون الديناصور مش عارف ايه اللي هم خايفين منه لدرجة انهم يتجاهلوه بالشكل ده، لحد ما بيطلع قرش المجلدون من المية وبياكله. وبعدها بنيجي للوقت الحاضر وبتنتهي للأحداث لمكان مغلق، وبيكون في شخص بيتدرب، وبيكون ده جون اللي نفذ عمليات الإنقاذ في الجزء الأول، وبعد كده بيعمل فتحة في الجدار علشان يخرج من المكان اللي هو فيه، وبيطلع انه موجود في كونتينر محطوط على بخرة كبيرة ماشية في عرض البحر، وبيكون افراد الطاقم بتاع البخرة دي بيرموا نفايات سامة في المية، وبيتسلل جون بهدوء لحد ما بيصورهم وهم بيعملوا كده. وبعدها بيستغل انهم مشغولين في رمي النفايات وبيروح للغرفة بتاع قبطان الباخرة، وبعدها بيقلب في الدفاتر والمستندات اللي تثبت انه متورط في موضوع النفايات السامة وبيصورها، وبيكون في بغبغان موجود في غرفة القبطان وبيبدأ يعمل اصوات ويتكلم، وبيحاول جون انه يسكته لكن بعد فوات الاوان، وبيكون في واحد من طاقم السفينة سمع صوت البغبغان وجاي يشوف ايه اللي بيحصل، وفورا بيستخدم جون الكاميرا وبيعمل فلاش في عينه وبيضربه، وهنا بيجي اكتر من واحد على الصوت، ولكن جون بينقض عليهم وبينزل بسرعة من المكان، وبيحاول انهم
انهم يمسكوه، ولكنه بيراوغهم بمهارة عالية لحد ما بيدخل في وسط الكونتينرات. ولكن المشكلة انهم بيبدأوا يصيحوا بصوت عالي لحد ما كل طاقم السفينة بيعرفوا بوجوده وبيحاصروه. ولما بيبص جون في الساعة بيلاقي لسه قدامه وقت وبيبدأ يشتبك معاهم، ولكن عددهم بيكون كبير فبيهرب جون وبيطلع فوق الكونتينرات، ولكنه بيوصل للنهاية ومعادش بيبقى فيه طريق للهرب. ولما بيحاصروه بيأمر القبطان رجالته انهم يقتلوه، ولكن جون بيقول لهم ثانية واحدة، في حاجة مهمة لازم تشوفوها الأول، وبيكون بيسخر منهم وبعدها بينط في المية من الارتفاع العالي ده. فبيقول له القبطان ان هو كده بعيد عن ممرات الملاحة، يعني مفيش أي بخرة هتعدي من هنا، وكمان أقرب شط على بعد 200 ميل، يعني هيموت ومش هيلاقي حد ينقذه. ويكون جون عامل حسابه وبيبدأ يبص في الساعة، وبيكون منتظر طيارة جاية له في الطريق، وبيكون راكب في الطيارة المهندس ماك اللي كان مسؤول عن محطة الأبحاث في الجزء الأول، واللي سايق الطيارة اسمها رجاس، وبتنزل رجاس على سطح البحر بالطيارة وبتفتح خزانات المية، وبتاخد جون في واحد من الخزانات، ولما بيوصلوا بيديهم جون الممري اللي عليه الصور اللي تدين أفراد طاقم السفينة. وبعدها بتنتقل الأحداث لمعهد أبحاث لدراسة المحيط في الصين، وبيكونوا بيعملوا اختبار لبدلة جديدة مصممينها، وبيكونوا مصممين البدلة دي علشان تستحمل الضغط في أعماق المحيط. وبعدها بتدخل مينينج اللي كانت صغيرة في الجزء الأول، وبنعرف إن الشخص ده يبقى خالها واسمه زانج. وبعد كده بيجتمعوا في حفلة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس معهد البحوث، وبعدها بتظهر الست اللي بتمول الأبحاث بتاعتهم وبتتكلم قدام المدعوين في الحفلة. وبعدها بيطلع زانج يتكلم وبيقدم لهم قرش ميجلادون، وبيقول لهم إن سمكة القرش دي هم مربينها من وهي صغيرة واسمها هايكي، وساعدتهم هايكي كتير في تطوير الأبحاث بتاعتهم. وبيقول إنهم دلوقتي قدروا يصمموا معدات متطورة تساعدهم إنهم ينزلوا تحت السحابة اللي بتعزل العالمين عن بعض، وكمان يغوصوا أعمق علشان يستكشفوا العالم اللي تحت. وبعد كده جون ومينينج بيكونوا قاعدين يتكلموا مع بعض، وبنعرف إن جون بعد الجزء الأول ارتبط بوالدتها، ولما والدتها ماتت هو اللي ربى مينينج. ويكون في الوقت ده مينينج بتطلب منه الإذن إنها تبدأ تغوص زي والدتها، ولكن جون بيكون خايف عليها وبيقول لها إنها لسه صغيرة. وفجأة بتدخل رجاس للغرفة وبتقول لهم إن زانج نزل يسبح مع الميجلادون، فبيروحوا بسرعة لعنده وبيتواصل مع جون على جهاز الاتصال وبيسأله عن الجنان اللي هو بيعمله، وبيطمنهم إن دي مجرد تجربة وبيقول لهم ما يخافوش. وبتحاول مينينج تقنعه إنه يتراجع عن اللي هو عاوز يعمله، لكنه بيقول لها إن هو اللي مدرب هايكي من وهي صغيرة وإن هي واخدة عليه. ورغم إن جون بيحذره إن الميجلادون حيوان مش أليف، إلا إنه بيصر إنه يعمل التجربة، وبيكون معاه جهاز بيصدر موجات صوتية، وبيكون مدرب هايكي إن هو لما يضغط ضغط على الجهاز تيجي، ولما يضغط ضغطتين تمشي. وبيظنوا في الأول إنها بتستجيب للإشارة بتاعته إنها مطيعة، ولكنها في الحقيقة بتستكشف المكان وبتشوف اللي بيحصل حواليها. ولما بيجي يعمل التجربة للمرة التانية بيلاقي إن هايكي مش بتستجيب، وبتكون منطلقة ناحيته بسرعة كبيرة. ولما بيحذروا إن هي كده ناوية على الهجوم بيحاول بسرعة إن هو يشد الأمان، وبعدها ما بيكونش حد عارف إيه اللي حصل، لأن محدش قدر يتحمل يشوفها وهي بتاكله. ولكن بنلاقي زانج داخل من الباب وبيطلع ان هو قدر ينجو في اللحظة الاخيرة، وبيقول زانج ان هو ما عندوش تفسير للعدائية اللي هي تصرفت بيها، رغم انه بيدربها من صغرها الا انها اول مرة يصدر منها تصرف زي كده. وبيقول له جون ان دي مهما كانت ميجلادون، وانت مهما كنت فانت وجبة خفيفة بالنسبة لها. وبعد كده بيروح الطاقم لمحطة تانية للبحوث علشان ينفذوا عملية غطس من هناك. وفي الوقت ده في المعهد بتكون هايكي بتلف في المكان بسرعة كبيرة وبتدور على اي طريقة للخروج، وفعلا بتستهدف اضعف مكان في الجدار وبتحاول انها تخترقه، وبعد ما بتحاول بعنف بتنجح في ده، وبتكون كده هايكي خرجت للمحيط المفتوح. ويكون في الوقت ده الفريق بيجهزوا غواصتين علشان ينزلوا يستكشفوا بيهم العالم اللي تحت السحابة، وبيكون منتظرهم في المحطة المهندس ماك ومع المساعدة بتاعته جيس ومعهم دي جي اللي كان في الجزء الاول. ولما بيبدأوا بالغوص بتلاحظ جيس ان في الغواصة بتاع جون في استهلاك للاكسجين بنسبة اكتر من الطبيعي، وما بيكونش عندهم تفسير لده لحد ما بيعرفوا السبب. وبتطلع ان مينينج كانت مستخبيه في الغواصه لحد ما يبداوا بالغوص، وبعد كده تفاجئهم انها موجوده معاهم، وده علشان تحط جون قدام الامر الواقع، وعملت كده لان جون ما كانش هيوافق من البدايه انها تغوص معاهم. وبيقطع زانج كلامهم وبيقول لهم ان في حاجه بتقرب منهم، وبيطلع قرش ميجلادون، وبيكون كله مستغرب لان مستحيل ان الميجلادون يقدر يخترق الحاجز السحابي. وبيقول زانج ان هو شايف اشاره هايكي قدامه، وبيأمر جون الكل انهم يتحركوا بسرعه، وبيقول الحل الوحيد عشان يهربوا منها انهم يمروا من الحاجز، وفعلا بيقدروا يعملوا كده ولكنها مسألة وقت، وبيكتشفوا ان هي جات وراهم. وبيقول جون اللي معاه انهم يشغلوا الاجراءات الدفاعية ضد الكائنات المفترسة، ولكنهم بيلاقوا ان هايكي مش جاية علشانهم، وبينما هايكي بتكون ماشية جنبهم
منهم بيظهر ميجلادون تاني اكبر منها بكتير، وبيقول جون ان الميجلادون ده هو الاكبر على الاطلاق، وبيلاحظوا انهم مش لوحدهم وبيلاقوا اشارة على الرادار ان في اسماك ميجلادون كتير متجمعة في المكان ده. وبيقول زانج انهم هيغيروا هدف المهمة وهيستنوا يشوفوا الاسماك دي متجمعة ليه، وبيكون الفريق اللي في المحطة متابع اللي بيحصل. ولكن الغريب ان جيس بتتوتر لما بتعرف انهم هيغيروا الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. وفي الغواصات بيشوف الفريق ان الميجلادون بيلفوا في دوائر وانهم مجتمعين علشان التزاوج، وهنا بيفهم زانج ليه هايكي كانت بتتصرف بغرابة الفترة اللي فاتت، وده لانها وصلت لسن التزاوج وكانت متضايقة انها محبوسة ومش قادرة تتقابل مع ميجلادون ذكر. وبتكون الغواصات مستمرة في الحركة، ولكن فجأة بيلاقوا ان في محطة مبنية في قاع المحيط، وبيستغربوا لانهم كانوا فاكرين ان هم اول بني ادمين ينزلوا للعمق ده. وبيشوف واحد من الفريق اشارة الغواصة غريبة موجودة معهم في نفس المكان، ولكن اللي ما يعرفوش ان في اشخاص بيزرعوا متفجرات في المكان. والشخص اللي قاعد في الغواصة الغريبة بيشوف الغواصين بتوع فريق الاستكشاف، وبيعرف ان القاعدة بتاعتهم كده اتكشفت، فبيطلب من الفريق بتاعه اللي بيزرع المتفجرات انهم يطلعوا من المكان لانه هيفجروا في خلال 10 دقايق، ولكنهم بيقولوا له ان ده صعب وانهم مش هيلحقوا، فبيقرر انه يفجر المكان بيهم، وده علشان يدمر الغواصتين اللي كشفوا مكانهم. وبيكون الانفجار كبير جدا وبتبدا الصخور تنهار على الغواصتين، وحتى الغواصه بتاع الشخص اللي عمل التفجير بتخبط في صخره وبتتعطل. ولكن المشكله الحقيقيه ان الضغط اللي نتج من الانفجار بيعمل فتحه في الحاجز السحابي، وبيكون في الوقت ده الفريق بيحاولوا انهم يتفادوا الصخور قدر الامكان، ولكن الموضوع بيكون صعب جدا خاصه ان في اجهزه كتير اتعطلت في الغواصه، وبيزداد الوضع سوءا لما الغواصه بتاع جون بتشبك في الصخور، وبتدخل زانج علشان ينقذ الوضع لكن بعد فوات الاوان، وبتقع الصخور عليهم وبتدمر الغواصات. وفي المحطه بيكون الاتصال اتقطع مع الغواصتين، وبيحاولوا انهم يستعيدوا التواصل معاهم لكن بدون فايده، فبيطلب ماك من جيس انها تروح تجهز غواصه الانقاذ علشان ينزلوا ينقذوهم. ولكنها لما بتوصل عند غواصه الانقاذ بتقول له ان الغواصه كل اللوحات بتاعتها متدمره ومستحيل يقدروا يصلحوها. وتحت الميه بيكون فريق جون لسه عايشين، ولكنهم مش متاكدين ان الغواصه اللي فيها زانج لسه عايشين ولا لا. وبعد وقت بيقدر الفريق انهم يصلحوا اجهزه الاتصالات ويتواصلوا مع المحطه، ولما بيعرف جون ان غواصه الانقاذ متعطله وانهم مش هيعرفوا ينقذوهم، فبيقول انهم هيلبسوا البدل ويمشوا في قاع المحيط لحد ما يوصلوا للمحطه اللي شافوها. فبيقول له ماك ان ده خطر جدا، وان المسافه بينه وبين المحطه 3 كيلو متر، وان المكان مفتوح، وان هو هيبقى معرض لهجوم الكائنات المفترسه. فبيقول له جون ان كلها مساله وقت والاكسجين يخلص منهم، وان هم في كل الحالات هيموتوا، وان هو ما قداموش حل تاني غير انه يغامر. وبيبدا الفريق انهم يجهزوا البدل ويلبسوها علشان يخرجوا من الغواصه. وبيطلع جون في الاول يتاكد ان المكان امن، وبعد كده بيديهم اشاره علشان يطلعوا. واثناء ما هم ماشيين بيتفاجئ جون بزانج والفريق بتاعه انهم لسه عايشين. وفي المحطه المهندس ماك بيقول ان التخريب اللي حصل في غواصه الانقاذ ده حصل عن عمد، وده معناه ان في جاسوس معاهم في المحطه. وبيطلب من دي جي ان هو يراجع الكاميرات، وبيطلب من جيس انها تراجع ملفات كل الناس اللي شغالين في المحطه، يمكن تقدر تعرف مين هو الجاسوس. والفريق اللي تحت الميه بيكونوا ماشيين في اتجاه المحطه، ولكن واحد منهم بيكون مرعوب من المخلوقات اللي حواليه، وبسبب الخوف بيفقد تركيزه، وده بيخليه يتاخر عن الفريق بكتير. وفجاه بيسمع باقي الفريق صوت من وراهم، ولما بيلتفتوا بيلاقوا الشخص اللي اتاخر عنهم مش موجود، ولما بيشوفوا الخوذه بتاعته بتقع على الارض بيتاكدوا ان في حاجه اكلته. وفي الغواصه بتاع الشخص المسؤول عن التفجير بيكون شغال علشان يصلح اجهزه الاتصالات ويتواصل مع رئيسه، وبيطلع رئيسه مين؟ بتطلع الرئيسه بتاعته الست اللي ظهرت في الاحتفال اللي كان في اول الفيلم، واللي هي المموله اللي بتمول الابحاث بتاع المعهد، وبتدي له امر انه يقتل فريق البحث والا سرهم هيتكشف. وبيكون الفريق في الوقت ده وصلوا للمنطقه المفتوحه اللي هيبقوا مكشوفين فيها، وبيطلب منهم زانج انهم يفعلوا اضاءه لونها برتقاني، وده علشان الاضاءه البيضاء بتشد انتباه الميجلادون. وفي المحطه بيجي دي جي وبيقول للمهندس ماك ان هو راجع الكاميرات ولقى ان التسجيلات بتاع اخر 24 ساعه في حد حذفها، ولكن الخبر الكويس ان في نسخه احتياطيه من التسجيلات دي وان هو هيبحث عنها ويراجعها. وبيكون الفريق في الوقت ده بيلاقوا اشاره الكائنات بتقرب منهم بسرعه كبيره، ورغم انهم بيكونوا على مسافه قريبه من المحطه الا انهم مش بيلحقوا يوصلوا. بتطلع الكائنات دي اللي كانت ظهرت في اول الفيلم اللي من عصر الديناصورات، وبتهاجمهم الكائنات بكل شراسه. وفي ظل ما الفريق بيكونوا منشغلين في قتال الكائنات دي، بيتمكنوا من واحده من الفريق وبيحاولوا انهم يكسروا الخوذه بتاعتها، وهنا بيطلع زانج شعله ضوئيه من معاه، واول ما بيولعها الكائنات بتهرب. ولكن المشكله ان الضوء بيجذب الميجلادون، وما بيلاقيش زانج اي خيار تاني غير انه يضحي بنفسه علشان ينقذ باقي الفريق، ولكن جون بيلحقه وبياخد منه الشعله الضوئيه وبيرميها بعيد.
بعيد، ولما بتقرب أسماك المجلدون منهم بتهملهم وبتروح على الضوء، وبسبب ده المكان بيبدأ يتدمر، ولكن الفريق مش بيقفوا وبيكملوا بسرعة ناحية المحطة، وبيقدروا أخيرا إنهم يوصلوا لغرفة معادلة الضغط. وبسبب هجوم المجلدون ما بيعرفوش يقفلوا الباب بسهولة، والبنت اللي الكائنات الصغيرة هجمتها القناع بتاعها بيتكسر ورأسها بتنفجر من الضغط. وبعد ما بيفرغوا الغرفة من المية بيقلعوا البدل بتاعتهم وبيشيلوا الأسلحة وبيبدأوا يستكشفوا المحطة، وبيوصلوا الغرفة فيها أجهزة، وبيطلب جون من مينينج إنها تحاول تتواصل مع المحطة. وبعدها بيلاقي صخور شكلها غريب، ولما بيوريها لزانج بيقول إن دي صخور أرضية نادرة، وإن الصخور اللي موجودة في الغرفة دي قيمتها أكتر من مليار دولار. وبتكون مينينج قدرت تتواصل مع المحطة وبتتكلم جيس معاهم، وبيعرفوها إن باقي الفريق ماتوا، وبتقول لهم جيس إن المحطة دي فيها كبسولات للطوارئ ويقدروا يستخدموها ويطلعوا بيها للسطح، وبتدلهم يمشوا إزاي علشان يوصلوا لها. وأثناء ما هم ماشيين في المحطة بيتفاجئ زانج ببدلة هو اللي مصممها، وبيستغرب إزاي وصلت ليهم. ولما بيوصلوا للغرفة اللي في نهاية المحطة بيتفاجئوا إن الباب اتقفل عليهم، وعلى ما يبدو إن في حد بيتحكم في المحطة من بعيد. وفجأة بتظهر جيس على الشاشة وبتقول لهم إن هي اللي بتتحكم في المحطة، وإن هي اللي دلتهم على المكان ده عشان تحبسهم فيه، وبتقول لرياس إن الأمل الوحيد علشان يخرجوا من المكان إنها تقتل جون، وجون بيطلب منها إنها تنفذ علشان ينقذهم، ولكن رياس ما بتقدرش تعمل كده، فبتطلق جيس الكبسولات اللي هي كانت قالت لهم عليها، وبكده ما عادش في سبيل للنجاة. وهنا بتدخل الممولة في الاتصال وبتقول لزانج إنه قدم لها فرصة ما كانتش تحلم بيها، وإنها قدرت تنزل رجالتها للعمق ده علشان يجيبوا الصخور النادرة بفضل الأبحاث والبدل اللي هو صممها، وإنه لما يموت هتستخدم كل الأبحاث بتاعته علشان تنهب المحيط براحتها. وبتأمر جيس إنها تخلص عليهم، وبتفتح جيس المية علشان تغرقهم. وهنا جون بيقول إن الطريقة الوحيدة لفتح الباب إنه يروح للغرفة الرئيسية ويفتحه يدويا، وبكده هيضطر يطلع للمحيط بدون بدلة. وبتخاف عليه مينينج لأن جسمه ممكن ينفجر بسبب الضغط، فبتقول لها رجاس أنت عمرك شفتي سمكة لابسة بدلة؟ وبتقول لها إن الناس أجسامها بتنفجر بسبب إنهم بيبقوا حابسين هوا في الرئتين، وجون مدرب إنه يقدر يتخلص من الهوا اللي في الرئة علشان جسمه يستحمل الضغط. وفعلا جون بينجح في ده وبيطلع للمحيط، ولأن مفيش أكسجين في الرئة بتاع جون بيبدأ يفقد الوعي، وبتبدأ الرؤية تضعف عنده، لكنه بيقدر يدخل للغرفة. وقبل ما يفقد وعيه بيلحق يدوس على الزرار اللي بيفرغ المية منها، وعلى بال ما المية تطلع من الغرفة بيكون فقد وعيه. ولما بيفتح عينيه بيلاقي قدامه الشخص اللي عمل التفجير الكبير، وبيبان إن الشخص ده يعرف جون من زمان وإنه بيحقد عليه، وبيبدأ يهجم على جون علشان يقتله، ولكن جون بيكون عاوز يفتح الباب وإلا باقي الفريق هيغرق، وبيقدر إن هو يفتح الباب ويخلص على الشخص اللي بيهاجمه، وبيروح يطمن على الفريق بيلاقيهم عايشين. ولحسن الحظ إن الشخص اللي هاجم جون كان معاها غواصة وجا بيها للمحطة، فبيركبها الفريق بسرعة وبيلاقوا متفجرات في الغواصة، ومن هنا بيعرفوا إن الشخص ده هو اللي مسؤول عن التفجير اللي حصل من شوية، وبيلاقوا أنظمة كتير في الغواصة متعطلة، ومن ضمن الأنظمة دي نظام الدفاع ضد الكائنات المفترسة، وبكده لو المجلدون هجم عليهم مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم. فبتيجي لزانج فكرة، وهي إنه يشغل كل أضواء المحطة علشان أسماك المجلدون تنشغل فيها ويقدروا يهربوا بالغواصة، وفعلا بيشغل الأضواء وبيجري بسرعة للغواصة، وبيحصل زي ما هم كانوا مخططين وبيقدروا يهربوا. وأثناء ما هم طالعين لسطح المحيط بيلاقوا إن الفجوة اللي اتكونت من الانفجار لسه مفتوحة، وبعد ما بيمشوا بنلاقي إن الكائنات العملاقة بدأت تعدي من الفجوة دي، والشخص اللي كان بيتقاتل مع جون بيلبس بدلة وبيطلع للمحيط، وبيمسك في كبسولة من اللي بيستخدمها الغواصين في حالة الطوارئ وبيطلع للسطح. وفي المحطة بيكون المهندس ماك ودي جي بيراجعوا النسخة الاحتياطية من تسجيلات كاميرات المراقبة، وبيلاقوا إن جيس هي اللي عطلت غواصة الإنقاذ. في الوقت ده بتيجي جيس ومعاها جنود عاوزين يقتحموا الغرفة اللي هم فيها، وبيكون الفريق وصلوا بالغواصة لسطح المحيط، وبيشوفوا إن في جنود مسلحين ماشيين في المحطة، وبيفهموا إن المحطة كده تعرضت للهجوم، فبيتسللوا داخل المحطة من غير ما حد يشوفهم. وبيكون في الوقت ده ماك ودي جي بيطاردهم الجنود وبينطوا في المية علشان يهربوا منهم، ولما بيطلعوا من المية بيطلع دي جي مسدس علشان يشتبك معاهم، ولكن لما بيدخل المحطة الخطة بتفشل والجنود بيمسكوهم. وأثناء ما الجنود مكتفينهم وماشيين بيهم بيظهر زانج، وبيعمل نفسه من عمال المحطة وبيبدأ يتكلم باللغة الصينية علشان يشغلهم. وأثناء ما الجنود بيحاولوا يفهموا هو بيقول ايه بيظهر جون من وراهم وبيبدأ يضربهم، وهنا الكل بيساعدوه وبيخلصوا عليهم. وبيكون الشخص اللي كان بيشتبك مع جون قبل كده الكبسولة طلعت بيه لسطح المية، وبعدها بيدخل للمحطة وبيروح لعند جيس. وفي اللحظة دي بتشوف رجاس ان في 3 مجلدون متجهين ناحية المحطة بسرعة كبيرة، وجيس كمان بتكون عرفت بوجودهم، وبتبلغ الممولة. وأثناء ما هم بيتكلموا بتقول لها جيس ان الإزاز بتاع المحطة قوي جدا، وان المجلدون ما يقدرش يكسره، لكن المجلدون ما
ما بيعجبوش الكلام ده وبيدخل ياكلها، والشخص اللي معاها بيهرب قبل ما الميه تغرق المحطه، وبيكون في الوقت ده الفريق بياخدوا قارب علشان يسيبوا المكان، وبيستخدموا مجداف علشان الماتور هيشد انتباه المجلدون، ولكن الجنود لما بيشوفوهم بيركبوا قارب تاني وبيروحوا وراهم، ولكن بسبب جهلهم بيشغلوا الماتور علشان يلحقوهم، وفورا المجلدون بيطلع وبياكلهم، وهنا الفريق بيستغل ان المجلدون منشغل بيهم وبيشغلوا ماتورهم وبيهربوا بسرعه، وبيطلع جون المتفجرات اللي لقاها في الغواصه قبل كده وبيبدا يربطها في رماح علشان يستخدمها ضد المجلدون. وهنا بيقول زانج ان في جزيره قريبه جدا مليانه ناس، وفي احتمال ان المجلدون يتجهوا ناحيتهم، وانهم لازم يروحوا لهناك بسرعه علشان يحذروا الناس. ولما بيوصلوا عند الجزيره بيبداوا يحذروا الناس، ولكن الناس ما بتستجيبش ليهم، بل انهم بيفضلوا يضحكوا وبيفكرون بيهزروا معاهم، وبيكون الجنود وصلوا للجزيره ومعاهم المموله، وبيكونوا منتظرين الفريق علشان اول ما يوصلوا يقتلوهم، ولكن الكائنات الصغيره بتهجم عليهم وبيبداوا يموتوا فيهم، والجنود بيضربوا عليهم نار، والناس لما بيسمعوا ضرب النار بيبداوا يجروا من المكان وينزلوا للميه، رغم ان جون والفريق بيحذروهم ولكنهم بيتجاهلوهم وينزلوا للميه، وبيكون لازم انهم يتصرفوا بسرعه، وبيلاقي ماك ان مفيش شبكه في المكان. وهنا جون بيقول للرجاس ودي جي انهم يدوروا على اي تليفون في المكان علشان يتواصلوا مع السلطات ويتدخلوا، وبيقول لمينينج انها تفضل في مكان امن وما تطلعش مهما حصل. وبيكون في اللحظه دي المجلدون وصلوا للمكان وبيبداوا بالهجوم على الناس، وفي الوقت ده بتكون المموله منتظره الجنود في الطياره على بال ما يخلصوا على الفريق، وبتهجم الكائنات عليها وبياخدوها، وجون بياخد الرماح اللي هو عملها وبيقول لهم ان هو هيبعد المجلدون عن الشاطئ ويحاول يخلص عليهم، ولما بيتحرك الدراجه بتاعته بتعمل صوت والمجلدون بيروحوا وراه، وبيدخل معاهم في مواجهات وبيروخهم على قد ما يقدر لحد ما بتيجي اللحظه المناسبه وبيضرب واحد منهم وبيقدر يموته، وبيجي يهجم على القرش التاني وفجاه بينضرب عليه نار من الجنود. وبيكون في الوقت ده المهندس ماك وزانج جابوا طياره هليكوبتر علشان يساعدوا جون، وبيكون خطتهم انهم يرموا متفجرات على القرش من فوق، ولكنهم لما بيطلعوا للشاطئ بيلاقوا مينينج اتحركت من مكانها وفي اخطبوط عملاق بيهجم عليها، وجون كمان بيشوف مينينج وبيروح ناحيتها، ولكن وهو في الطريق المجلدون بيهجم عليه وبيحاول ياكله، ولكن لحسن الحظ المجلدون بيشبك في السلاسل بتاع الرصيف وما بيقدرش يوصله، ولما بيقع جون في الميه بيلاقي الشخص اللي عايز يقتله بينده عليه، فبيطعنه جون بخشبه في رجله وبعدها بيطلع له، والجرح اللي في رجله بيبدا ينزل دم في الميه والقرش بيشم ريحه الدم، ولما بيشوف جون المجلدون ماشي ناحيتهم بيزقه في اتجاه المجلدون وبياكله، وبيكون في الوقت ده الاخطبوط مسك مينينج وخلها بينط من الطياره علشان ينقذها، وبيضرب ايد الاخطبوط بعصايه شمسيه وبيقدر انه ياخدها منه، لكن في الوقت ده الاخطبوط بيمسك الطياره الهليكوبتر وبيوقعها، وبعدها بيمسك زانج ومينينج بسرعه بترمي له سكينه، ولما الاخطبوط بيسحبه تحت الميه بيحط المتفجرات اللي معاه في السكينه وبيغرزها في الاخطبوط، ولما بتنفجر بيهرب زانج على اساس ان الاخطبوط مات ولكنه بيطلع ما ماتش، وبيمسك زانج تاني، وبكده يكون زانج ما عادش عنده حلول والاخطبوط على وشك ياكله. وهنا بتتدخل هايكي وبتهجم على الاخطبوط وبتدخل مع الاخطبوط في معركه شرسه، ولما الاخطبوط بيمسكها وبيبدا يعصرها ما بتستسلمش وبتهجم عليه بشراسه، ولما بيطلع زانج لسطح الميه بيلاقي ماك في الطياره وفاقد الوعي، فبيروح بسرعه ناحيته علشان يطلعه، وهنا جون بيشوفهم ولكنه بيلاقي المجلدون التالته راح ناحيتهم، فبينزل للميه بسرعه وبيقف على صخره قريبه منهم، وبيمسك عمود من مروحه الطياره وبيبدا يعمل صوت في الميه علشان تسيبهم وتروح ناحيته، وفعلا بينجح في ده والمجلدون بتتجه ناحيته، واول ما بتهجم علشان تاكله بيستخدم عمود الطياره وبيموتها بيه، وبيروح يساعد زانج وبيطلعه ماك وبيجوا خارجين من الميه، لكنهم بيلاقوا هايكي خلصت على الاخطبوط ومتجهه ناحيتهم علشان تهجم عليهم، ولكن زانج ما بيكونش فقد الامل منها وبينزل تحت سطح الميه وبيبدا يصدر لها اشارات صوتيه بالجهاز اللي هو كان بيدربها بيه، واخيرا بتتعرف عليهم وبتهجمش عليهم، وبعدها بيخرجوا من الميه وبيروحوا يقعدوا على الجزيره علشان يحتفلوا بعد ما الكابوس ده انتهى، وخلينا فاكرين ان الناس الجبانه واللي بتخاف هم اللي ماتوا، والشجعان اللي قدروا يكملوا للنهايه، وده لان الخوف بيسيطر على صاحبه وبيمنعه من التفكير في المواقف الصعبه، وعشان كده الجبان بيكون اول واحد بيموت. وبكده يكون الفيلم خلص، ويا سلام.